دوما دوما تك دوما دوما تك أحلى برنامج من دون شك دوما دوما تك دوما دوما تك بيحكي الحقيقة من دون عك دوما دوما تك دوما دوما تك لغز السياسي عنده الفك دوما دوما تك دوما دوما تك بيحكي بجرأة ولا مرة لك دوما دوما تك دوما دوما تك بننطر وقته تيك ورا تك 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 تيك تك تيك تك تيك تك تيك تك العوافي من ديمقراطية. التمديد صار مبارح ومبارح مع مبارح. اليوم عم ينحكى عن حلف رباعي صار للتمديد أشبه بالحلف الرباعي اللي صار بال2005. العوافي للعماد عون. العوافي حزب الله تخلى عنك مبارح انه معقولي مثلا انطوان زهرة وعلي عمار يرفعوا ايديهم بنفس اللحظة على نفس المشروع؟ معقول محمد رعد يمدد لستريدا جعجع وجورج عدوان يمدد لنواف الموسوي؟ ايه شو فيها بتصير هالمرة كنا نحن والكتائب واحد ناس حب مبدأ. طيب وبركي مثل ما ركب التمديد يوما ما تركب الانتخابات الرئاسية ويلي اجتمعوا مبارح يرجعوا يجتمعوا كمان مرة ويجيبوا رئيس غيرك. ما تنسى انه السيد نصر الله طلع وقال اول حرف من اسمي وانه انا المرشح الوحيد. طيب وبركي غير شو بتعمل؟ قصدك الليلة يقول بدو ييني وبكرة ينتخب غير؟ ايه بركي عملها. ممكن ساعتها لازم يغير اسمه من السيد حسن للسيد سمير. شكرا جنرال. مبارح رجعوا الجمهوريين سيطروا على الكونغرس بأمريكا وجماعة أوباما خسروا. فشو صار عنا بلبنان؟ تيك تك تيك تك تيك تك فارس حط قباش لشوف. بنزلك بثواني. واحد اثنين ثلاثة. ايه مو معقول غيره تاع دوري. لك انا بالكباش اخ حط لشوف. واحد اثنين ثلاثة. ايه كيف نزلتني؟ يلا اللي بعده. اما يجي طرزان بشحمه ولحمه انا مستعد نزله. شو هالسر دولت الرئيس؟ عم تاخد فيتامينات؟ لا عم اخد معنويات. معنويات؟ من وين؟ كيف؟ من الولايات المتحدة. الحزب الجمهوري رجع كحل جماعة اوباما من الكونغرس ومجلس الشيوخ هو سيطر على اثنين وصار القصة كلها. لا مبلا رجعوا الجمهوريين يا شباب. رجعوا جماعتنا على السلطة بالولايات المتحدة. يعني معقول ترجع كونداليزا رايس؟ وفكرك ليش فرحتي لقرعتي؟ ليش معنوياتي هالقد أوياني؟ عم تتخيلوا انه كونداليزا راجعة؟ يا ويل ويلي ما بصدق هالحلم. الله عايامه وين كنا وين صرنا. بشرفكن اذا رجعت كونداليزا على السلطة واجت زيارة على لبنان شو بتطلبوا منها اول شي؟ انا بطلب اتنين شيش طوق بلا توم. وانا بطلب واحد كفتة مشوية وواحد جبني وجمبون. وانت ولي علي ولي علي ولي 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 ولي. تابعونا بعد الاعلان العميد ودواء للامساك. تيك تك تيك تك تيك تك. منتابع ديمقراطية. تابعوا هالمشهد للآخر لأنه إذا ما تبعتوا رح تخسروا علومية جديدة أو دواء بالأحرى للإمساك. فالعلاج وحده بيعرفوا العميد كارلوس إدي. وبكرة بشوفكن. أي أخ أي بطني أخ أي صرت شارب أنين زيت خغوة وما مش الحال أخ أي بطني. بونجور ميشو. بونجور عميد. أي سليمي بقلبك ميشو. سليمة قلبك بيقولوا عميد. إي 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 هيها شو بك ميشو؟ بطني عميد بطني كتير عم يوجعني مش عم أظهر. آه عامل مسكي؟ امسيك عميد مش مسكي. إي 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 هيها يعني بالفرنسي كونستيباسيون. صح عميد. طيب شربت زيت تربع؟ عميد اسمه زيت خغوع. شربت هالقنينة هيدي كلها وصرت شايف كذا حكيم وعبس. طيب ميشو بتروح معي لعند حكيم اكيد عنده وصفة لحالتك. منو هيدا؟ دكتور دارس طب عام بفرنسا كتير شاطر. امشي معي لعنده ما رح تخسر شي. اوكي امشي عميد. بونجور دكتور. بونجور. يي يي
عميد؟ وكهيدا الدكتور غياد رحال نائب مجلس النواب. ايه بعرف ميشو. ومين قالك انه عنده الدواء لإلي؟ امبارح حكي على التلفزيون الدكتور رياض رحال ميشو عمل امسيك، فممكن توصف له شي بعي؟ عميد شوف يا ميشو، ما لازم تبقى هيك. يلا دكتور رحال دلو لميشو عشي بخي على حفظك. يلا دوما دوماتك دوما دوماتك أحلى برنامج من دون شك. دوما دوماتك دوما دوماتك بيحكي الحقيقة من دون عك. دوما دوماتك دوما دوماتك لغز السياسي عنده الفك. دوما دوماتك دوما دوماتك بيحكي بجرأة ولا مرة لك. دوما دوماتك دوما دوماتك بننطر وقته تيك ورتك تيك ورتك تيك ورتك تيك ورتك تيك ورتك تيك تك تيك تك تيك تك تيك تك.